السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة الأوبو رينو 6 برو بلس، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ومع فتح العلبة أصدقائي، أول ما نجده هو هذا الصندوق الصغير الذي نجد فيه مجموعة الكتب المانوالز الخاصة بالجهاز. بعدها أصدقائي نجد الجهاز الأوبو رينو 6 برو بلس. كما ترون جهاز يأتينا بمواصفات قوية جدا، سنتعرف عليه في الفيديوهات القادمة. بعد إزالة الرينو 6 برو بلس نجد الكافر البلاستيك الشفاف الذي يأتينا في العلبة. بعدها نجد الشاحن الصاروخي وكيبل الشحن. هذه هي كل محتويات العلبة. هنا العلبة تفتقد إلى السماعات التي لم نعد نراها على أي جهاز من قبل كل الشركات. كما ترون هنا مواد التصنيع والتصميم ممتاز جدا للأوبو رينو 6 برو بلس. الشاشة هنا تأتينا مع انحناء ايدج بسيط، والظهر ايضا ملمس الجهاز فخم جدا. لمن فاته اصدقائي فيديو الانبوكسينج الخاص والسعر الرسمي للأوبو رينو 6 برو، ستجدون الرابط في اول تعليق فلا تضيع هذا الفيديو. الى هنا وصلنا الى ختام الفيديو، كانت هذه محتويات علبة الأوبو رينو 6 برو بلس. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكراً.